انا احمد حجاجوفيتش رحاله والمبرر المصري. الحمد لله بنعمه ربنا عليا الحمد لله لغايه دلوقتي رفعت علم مصر في 109 دوله في العالم في مهمه لاكون اول انسان في التاريخ البشريه يرفع علم بلده ويروج لبلده في كل دوله من دول العالم، وفي نفس الوقت ينقل لشباب بلده وينقل لكل الناس كل دوله هو راحها وكل الخبرات اللي هو شافها في كل حته في العالم. seeing is believing او ليس بعد العين عين. اول حاجه انا احب يعني ان انا يعني اقول لكم ان انا ام ريلي سبورتنج، انا بجد مساند جدا 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 كل الطلبه اللي في جامعه هندسه عين شمس، ان انا خريج حاسبات ومعلومات عين شمس لو انتم عارفين، وانا بحترم جدا 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 الطلبه. ربنا يكون في عونكم، ربنا يكون في عونكم بجد من جوه قلبي بقولها، لان انا بجد حاسس بيكم وحاسس بكل الناس. ربنا يا رب يوفقكم ان شاء الله، ان شاء الله تخلصوا الجامعه في سلام وامان وربنا يوفقكم جميعا. الحاجه عايزين نتكلم فيها ان هو الفولنتيرنج ورك او اللي هو العمل التطوعي في مصر، يمكن في مصر الموضوع مش 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 مفهوم قوي زي بره، لكن العمل التطوعي على عمل مهم جدا 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 في بلاد كتيره جدا بتعتمد كثيرا على العمل التطوعي ده، زي مثلا الهند، زي استراليا، زي الدنمارك، زي ايسلندا، زي دول كتيره جدا. الناس يمكن في البرازيل ابتدت كمان دلوقتي تشتغل، يعني يبتدوا زينا في مصر لسه بتبتدي ان هو الناس تعرف يعني عمل تطوعي، ولكن في تفرق من سن لسن. في ناس يعني في المانيا مثلا كنت هناك في شتوتغارت كانوا بيعملوا اعمال تطوعيه او فولنتيرنج وركس لاطفال. الاطفال تيجي، الاطفال الكبيره سنة يعني مثلا في جريد 8 في جريد 8 او في سنه مثلا 6 ابتدائي بيروحوا يعملوا، او مثلا في اعدادي بيعملوا حاجات تطوعيه لاطفال الحضانه عشان ينموا ان الروح ان مفيش فرق بين الاجيال دي. في بلاد ثانيه شفتها في امريكا مثلا، الناس اللي بيدخلوا في شغل تطوعي بيبقوا ناس دايما ناس كبار جدا، ناس عواجيز خالص فوق ال 70 سنه، تلاقي ست عجوزه كده او راجل عجوز جدا، ولكن يقول لك انا ده يعني املي في حياتي ان انا بس خلاص انا خلصت حياتي، طلعت معاش كل حاجه، انا عايز افيد الناس الثانيه فيعملوا حاجه تطوعيه كده. في استراليا الشباب زينا بيعمل اعمال تطوعيه في حاجات كتيره جدا بيستفيدوا من جميع المجالات. وفي بلاد زي مثلا هنقول سنغافوره، في بلاد زي يعني في الدنمارك برضه بيبقى الشباب هو الطاقه اللي بتحرك كل الحاجات التطوعيه دي. حاجه في بلد زي الهند بيعملوا حاجه تطوعيه ولكن ليس مش الهنود اللي بيعملوها، يعني عندهم حاجه زي الانترنشيبس اللي هم بيجي الطلبه الاجانب مثلا طلبه من واحد مصري، واحد بريطاني، واحد برازيلي، ويروحوا الهند بيعملوا زي انترنشيب او اكسشينج، يعني ان هو الناس بتعمل تبادل ما بينهم بشرط ان هو واحد دلوقتي عندنا في جامعه هندسه عين شمس راجل محترم جدا او ولد ست بنت محترمه جدا ودارسه كويس جدا حاجات هندسه وكده وعندها الانجلش بتاعها كويس، فيسافر الهند تشتغل هناك كحاجه فولنتيرنج، ولكن بيبقى ضامنها عيله هنديه بتاكلها وتشربها وتنيمها عندهم و بيدوها في اخر يعني بتبقى فرق يعني اكوموديشن جوه اكوموديشن وترانسميشن بتاعها وكده، في نفس الوقت هي بتدي خبراتها دي كلها للهنود، فبيستفيدوا بحاجات يعني حاجات اجنبيه كتيره جدا، خبرات اجنبيه كتيره جدا عندهم. اللي عايزين نتكلم فيه ان احنا في مصر في ناس كتيره جدا لازم بدل ما نطلع بره لازم نفيد المصريين، عندنا ناس من هندسه، عندنا ناس من اداره، عندنا ناس من طب، عندنا ناس من جميع المجالات. لو حطينا دماغنا وحطينا هدفنا وحطينا ان احنا كل الخبرات اللي احنا بنقدر عليها كناس طلبه كبار، مثلا ثلاث طلبه في سنه رابعه او طلبه عندكم في ربنا يكون في عونكم برضه عندكم في سنه رابعه في الاعدادي وبعد كده اربع سنين، ناس زي في طب عندهم سنه 6 و7 و9 و15 ربنا يكون في عونهم. الناس دي لو اللي عرفوا يعني يفضوا وقت من عندهم عشان خاطر يخدموا او ان هم يساعدوا الطلبه التانيين ويديهم خبراتهم، واحد لسه مخلص، واحد ما شاء الله عندنا مثلا نبي، يعني عندنا ناس كتير جدا مثلا زي في كمبيوتر ساينس زي ما انا متخرج بيخلصوا كمبيوتر ساينس ويشتغلوا في مايكروسوفت، بتلاقي بعديها بسنه بيجي يدي حاجات تطوعيه للناس اللي عنده في الكليه بتاعته عشان خاطر بيحاول في الشركات اللي بيروحها تلاقي ان هو بيشوف اماكن فاضيه او اماكن عشان خاطر يجيب طلبه من المدرسين يعمل لك تريننج، يقول لك في تريننج عشان خاطر لما تبقى عامل تريننج في سنه اولى وسنه ثانيه وسنه ثالثه وسنه رابعه تطلع تتخرج تبقى انت خلاص انت عديت باكسبيرينس كتيره جدا، ما عندكش لسه الشغل بتاع الشغل دي، ما عندكش حته ان هو ايه ده انا رايح الشغل اول يوم انا مش عارف اعمل ايه او انا مش عارف اعمل ايه، لكن تبقى خلاص اخدت حاجه زي كده. بلس ان هي بتدي لك طبعا يعني بونص كبير جدا عن اي واحد تاني كان في الكليه وما بيروحش يعمل تريننج. فالفولنتيرنج ورك انت ما بتاخدش ان هو
انت بتدي طاقه ولكن في اوتبوت انت بتطلعه، في انبوت بتاخده ان هو الخبره، حتى لو ما كانش فيه فلوس ولكن في حاجات كتيره جدا الخبره اللي انت بتاخدها وتعاملك مع الناس، كسر البوردرز، كسر انك انت بتاخد خبرات كتيره جدا ليس بعد ده، احنا متفقين ليس بعد ده، دي اهم بكتير جدا من الفلوس. الفلوس بتيجي بعد كده، ولكن لا يمكن فلوسك هتيجي وانت خبرتك قليله. فانا يعني انا بشجع جدا الشباب في مصر ان هم يعملوا فولنتيرنج وركس في حاجات تفيد ناس تانية، وفي نفس الوقت بترجع عليك بخبرات كثيره جدا في مجال الهندسه. يعني في ممكن اماكن تانية بتعيد عليك الخبره في حاجات تانية، ولكن مجال الهندسه بالذات انك انت تدي خبراتك لناس تانية، انت اكيد، وانك انت تروح تعمل فولنتيرنج برضه، تعمل 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 يعني تشتغل تاخد تريننج كده، دي بتفيدك جدا 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 قبل اول ما تتخرج. ربنا يوفقكم تاني، ويا رب نشوف مصر يعني زي ما انا دايما بقول ان الشباب، ان احنا الشباب وكل الناس اللي بتشوفنا دلوقتي هم الحاضر، الحاضر هو الشباب، احنا اللي بنحرك كل حاجه. الناس الكبار على عيننا وراسنا من فوق، ولكن هم الخبره. ولكن مين اللي المفروض يبقى ماسك الدوله حاليا؟ زي ما بتكلم احنا الحاضر، احنا المفروض نمسك الدوله حاليا. الاطفال، اخواتنا الصغيرين، يمكن مش اخواتنا الصغيرين، اطفالنا، اولادنا، هم المستقبل بتاع الدوله. ولكن عمرهم ما يضحكوا عليك ويقول لك ان الشباب هو المستقبل، الشباب هو الحاضر، الشباب هو الحاضر، الشباب هو الحاضر. وفي يوم من الايام هيفهموا قريب جدا ان الشباب هو اللي بيحرك كل حاجه في الدنيا. الحاجه اللي عايز اقولها برضه يا جماعه، ان هو مصر مش هتقوم غير بشبابها، مصر مش هتقوم، مصر مش هتحرك غير بشبابها. المانيا في الحرب العالميه الثانيه كانت متبهدله تماما، كانت على الارض ارض، يعني التحالف بهدلها، وفي نفس الوقت هتلر كان مبهدل اوروبا كامله، يعني كان جابها على الارض. عملوا ايه؟ الشباب بتوعهم هم اللي بنوا كل حاجه من بعد لما كانت سنه 1945 نهايه الحرب العالميه الثانيه. احنا مصر كنا في عز الازدهار، كنا عندنا الملك وكان عندنا حاجات قويه جدا، والناس يعني مصر دي من انظف البلاد في العالم كلها، وما عندناش ديون وما عندناش حاجه. هم كانوا رغيف العيش في المانيا وصل ل 46 مليار مارك الماني عشان خاطر التضخم اللي كان بيحصل. ومع ذلك دلوقتي شوفوا اليابان ضربت قنبله نوويه، ولكن اهتموا بالتعليم، اهتموا بالشباب بتاعهم، والجيل اللي هو ضرب ده هو اللي بنى الدوله كلها، اللي بنى لاولاده. فاحنا الشباب احنا الحاضر بتاع الدوله دي، ومصر لن تقوم الا بالاتحاد مسلم ومسيحي، مفيش فرق خالص تماما، كله بالمعامله يا جماعه. مفيش حد يقول اصل ده بيعبد بوت، محدش يعرف انا بصلي ما بصليش في البيت، محدش يعرف اللي قدامه بيصلي ما بيصليش، انت هو ماله؟ واحد يا سيدي انا بروح البيت بحط، واحد بيحط تمثال بوضه على التمثال بتاع على على الثلاجه بتاعته وبيعبده، بيحط له خور. كل واحد المهم في الاخر التعامل، لما تتعامل مع اللي جنبك بطريقه كويسه جدا الدين المعامله. فاتمنى ان احنا كلنا نبقى واحد ونعرف قد ايه قيمتنا، عشان احنا ان شاء الله ان شاء الله قريب جدا باذن الله، وانا يعني انا اتمنى ان احنا ان شاء الله في حمله كبيره جدا هنعملها، ان احنا الشباب باذن الله قريب جدا هو اللي يمسك حاجات كتيره جدا في مصر. عايز ابارك واهني لايسس 10 سنين من النجاح والتقدم، واتمنى يا رب ان شاء الله باذن الله يعني الناس الجميله دي اللي بتبني للناس اجيال واجيال واجيال تانية، باذن الله نبارك لكم على 20 سنه، نبارك لكم على 25 سنه باذن الله، وتبقوا دايما بجد بتعملوا حاجه كويسه جدا جدا لمصر. ربنا يوفقكم جميعا، وان شاء الله ان شاء الله ال 10 سنين الجايين يبقوا احسن بكتير من 10 سنين اللي فاتوا، وان شاء الله ان شاء الله تشهد بجد ان الناس منكم تبقى قوادر وتبقى قاده باذن الله للمهندسين في مصر كلهم والوطن العربي كله باذن الله.